فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الرجل يحسن الفاتحة لكنه مسبل لإزاره، فهل يقدم على من لا يحسنها مطلقا؟ إيه نعم، إذا كان ما في أحد يحسن الفاتحة إلا هذا فإنه ينصح، قال له ارفع إزارك أو ثوبك، ينصح يبين له هذا ويقدم للإمامة. نعم. أو أنه وجدهم يصلون إمامهم مسبل، يصلي معهم ولا يترك الجماعة. نعم.